طبعا سلمى، نحن هلا متواجدين مثل ما حكينا بمنطقة الغوطة الشرقية وتحديدا حمورية، لحتى اكيد نكون ضمن يوم تعليمي مميز من مدرسة فاروق رجب يلي اعيد تأهيله ليبقى المقعد الدراسي الدفتر والقلم القيم والمبادئ بوصلة لجيل سيكون العنصر الأهم في إعادة بناء وإعمار سوريا. نحن في نموذج للكثير من المدارس التي سعت وزارة التربية بكل جهودها إلى إعادة تأهيلها ضمانا لاستمرار العملية التعليمية. أكيد لحتى نتعرف على المراحل التي أنجزت في إعادة تأهيل المدارس والمجمعات التعليمية بعد أن أصبح الأمان عنوان لاستمرار الحياة فيها، وأيضا كيف تم تطوير العملية التعليمية ضمن هذه المناطق. كل هي المعلومات رح نبدأ فيها نهارنا المميز بهذا اليوم الجميل والاستثنائي، ورح نحتفي أكيد بصناع الأمل المعلمين في عيدهم مع ضيفنا الأستاذ ماهر كمال فرج مدير التربية في ريف دمشق. يسعد صباحك أستاذ ماهر. صباح الخير عليك، بكل خير يا رب. فرح، صباح الخير سلمى. يسعد صباحك سادة مشاهدي الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك زملائنا المعلمين اليوم أكيد. في عيد المعلم نقول لهم كل عام وانتم بخير، كل عام ودائما معلمنا بصموده بصبره باستمراره بحمل الرساله التربويه النبيله. اكيد يسعد صباحك وشكرا اكيد لاستضافتنا بالمدرسه. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني من عام 2018 الى اليوم بعد تحرير الغوطه بفضل الجيش العربي السوري عادت الحياه تدريجيا لكل مفاصل طبعا العمل بمدن وبلدات الغوطه ومنها قطاع التعليم. خلينا نحكي عن المراحل، كيف واكبتوا عودة المدارس بعد تحرير الغوطة الشرقية؟ طبعا أنا ما زلت أذكر يعني بآذار 2018 ومن هذا المكان بالتحديد من مدرسة الشهيد فاروق رجب ببلدة حموريا بالغوطة الشرقية، حين أعلن الجيش العربي السوري تحرير الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب قمنا بتفقد المباني المدرسية. فكان هذا المكان حقيقة كان عبارة عن ركام وتعرض للتخريب على يد مجموعات مسلحة، الكتب متناثرة، الغرف الإدارية محترقة، تم نهب جميع محتويات المدرسة. فحقيقة يعني أمام هذا المظهر السوادي الذي خلفه الإرهاب كان لابد من وضع عدة خطط حقيقة، إن كان في هذه المدرسة أو المدارس المماثلة كما ذكرت فرح. فكان لدينا يعني بداية خطة إسعافية خصوصا مع العودة المتسارعة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم. خطة إسعافية يعني أصبحنا نرمم النافذة، الباب، دورات المياه بحيث أن يعني أبسط مقومات العملية التعليمية. ثم فيما بعد اتجهنا باتجاه خطة تنسيق إن كان مع محافظة ريف دمشق أو مع وزارة التربية أو مع عدد من المنظمات الدولية. وكما تشاهدون يعني اليوم يعني نستطيع أن نتحدث عن حوالي 300 مدرسة أصبحت يعني ضمن الخدمة وعادت مجددا للاستثمار بعد أن تم إعادة تأهيلها وصيانتها وترميمها مجددا. نعم اليوم مثل ما حكينا كان يمكن كمية الدمار كتير كبيرة، ويمكن سلمى حتى بمشوارنا ونحن جايين على هي المدرسة شفنا كمية الدمار، ومو هي يمكن الغوطة يلي نحن كمان عرفناها اليوم عم ترجع الحياة بشكل تدريجي إن كان للمدارس وإن كان لبقية المناطق. الرهان على عودة العملية التعليمية مثل ما كانت، وخاصة كان في بعض الأطفال انقطعوا عن التدريس أو الدراسة لفترة معينة، كيف عم بتكون متابعة ومواكبة عملية السير العملية التعليمية؟ لا شك فرح حضرتك تعرف أكيد سلمى بتعرف أنه كان الإرهاب دائما يعني أول ما يستهدف المؤسسات التعليمية لضرب الفكر عند أجيالنا، ضرب حالة الانتماء الوطني وبالتالي شل العملية التعليمية. وحقيقة أنا بدي أرجع كمان يعني حتى قبل يعني آذار 2018 يعني خلال فترة وجود مجموعات مسلحة، وهون أنا بدي حيي زملائنا وكوادرنا اللي صمدوا حقيقة حتى بظل وجود مجموعات مسلحة وتحدوا الإرهاب وتحدوا آلة البطش لدى المسلحين، وحافظوا دائما على استمرار تقديم الخدمة التعليمية في مدارسنا. طبعا هذا الأمر بدل على أول شيء ثقة كوادرنا بدولتهم وبمؤسساتهم، وأيضا ثقة أهلنا الشرفاء اللي كانوا يرسلوا أبنائهم إلى مدارسنا، يعني ثقتهم بمؤسسات الدولة. فهذا أمر يعني بقينا مستمرين فيه حتى في ظل وجود مجموعات مسلحة حتى لحظة التحرير، ثم انطلقنا مجددا. وهذا اللي كان بدي أسألك عليه. هذا الأمر سلمى خلف يعني عدد كبير جدا من أبنائنا
الذين انقطعوا عن العملية التعليمية وبالتالي لم يخضعوا لأي برنامج تعليمي. تمام. هنا بدأنا ننفذ أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي من جهة، بدأنا بتطبيق مناهج الفئة باء التعويضية لتعويض الفاقد التعليمي. حاليا نستطيع أن نتحدث عن حوالي 29,000 تلميذ في ريف دمشق يستفيدون من مناهج الفئة باء أو المناهج التعويضية. هذا اللي كان بدي أسألك عليه أستاذ ماهر، يعني خلال فترة طبعا وجود المجموعات الإرهابية كان يمنع وتراقب المدارس حتى لا يعطوا المنهاج النظامي، وما هيك سمعنا كتير قصص من معلمين استبسلوا من أجل أنه يحافظوا على تعليم الأطفال كأنه هو بالأماكن الآمنة بالخارج. كيف كانت هاي المعادلة وقدي لمستوا في فرق؟ طبعا لا شك يعني هذه المواجهة وهذا الإصرار يعني حتى دفعنا ثمنه يعني بشهداء من القطاع التعليمي، إن كان مدرسين، يعني لدينا حوالي 75 مدرس تشهدوا، وأيضا بحدود 120 طفلا يعني بعمر الزهور وبعمر الورود قضوا على يد الإرهاب في تلك الأثناء. ولكن هذا الأمر يعني حقيقة يعني لم يزد كوادرنا إلا تصميم وإرادة واستمرار في تقديم الخدمة التعليمية. واليوم يعني بعودة هذه المدارس في الغوطة الشرقية أنا أعتقد يعني هو رسالة تعبر عن إرادة الحياة التي يتمتع بها الشعب العربي السوري، عن إرادة الدولة السورية بتحصين مؤسساتها وبتحصين أجيالنا وأطفالنا وتأمين المستقبل التعليمي لهم. اليوم مثل ما عم نشوف بهي المدرسة تحديدا، يمكن درجة الترتيب والنظافة والعناية وحتى إعداد المدرسة يمكن بيرجع فينا شوي بالذاكرة للطفولة مثل ما بنقول الآمنة يلي عشناها. اليوم لأي درجة مهم إن كان إعادة تأهيل باقي المدارس لحتى تخفف العبء شوي شوي عن بعضها بكافة مناطق الغوطة الشرقية؟ أكيد يقع على عاتق كل الشركاء، يعني إن كان زملائنا المدرسين، إن كان أولياء الأمور، إن كان المؤسسات الخدمية أو على مستوى الأفراد، يعني نحاول نساعد أطفالنا لنأمن لهم مستقبل تعليمي، أنه يوصلوا لمراحل علمية متقدمة. يعني مثل ما ملاحظين يعني حتى المشهد والمظهر العام في كل مدرسة، يعني اتجهنا باتجاه الألوان الفرحة، الشخصيات المبهجة والمرحة التي المحببة لدى الأطفال، حتى الألوان في المدارس يعني اتجهنا باتجاه الألوان المريحة للعين التي تحاول يعني تعديل الحالة النفسية لدى الأطفال، وخصوصا هؤلاء الأطفال الذين عاشوا يعني في ظل الإرهاب وشاهدوا ما شاهدوه من أشكال العنف يعني الأشكال الشرسة التي مارسها الإرهاب في ذلك الحين. وبالتالي كان لابد من تحسين البيئة المدرسية يعني كبنية فيزيائية. هذا أمر. الأمر الآخر هو رسالة أيضا لكل السوريين حقيقة، إن كان في مدارسنا أو خارج المدارس، إنه قديش الدولة عم يعني تتحمل نفقات وأعباء لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب. فهي رسالة لنعزز قيمة وثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، ترسيخ قيمة الانتماء الوطني، وهذا الشيء اللي عم نشتغل فيه بمدارسنا لحتى نربط هذا الجيل بوطنه، نعزز حالة الوعي والانتماء عنده، وبالتالي يصبح سلوك لديه الحفاظ على وطنه وعلى بلده وممتلكاته. أكيد. أستاذ ماهر، ببداية حديثك ذكرت رقم 300 مدرسة بالغوطة الشرقية، خلينا نحكي اليوم بالأرقام، من عام 2018 حتى اليوم كم مدرسة تم إعادة تأهيلها وكم مدرسة منهم صارت أيضا بالشكل النموذجي؟ في لحظة التحرير يعني كنا أمام رقم كبير جدا من الأضرار، من يعني الخراب طبعا. في ذلك الحين يعني كانت قيمة الأضرار التي تعرضت لها المرافق التربوية في ريف دمشق بحدود 32 مليار و500 مليون ليرة سورية. كنا أمام حوالي 400 مدرسة خارج الخدمة مدمرة. كما ذكرت يعني كان لدينا عدة خطوات، إن كان باتجاه خطة إسعافية أو خطة إعادة الإعمار أو الخطة الاستثمارية أو الخطة المرتبطة بالعمل مع المنظمة الدولية. فاستطعنا يعني إلى الآن أن ننجز حوالي 300 مدرسة أصبحت جاهزة. بقي لدينا 100 مدرسة يعني هي طبيعة الحال تعرضت لضرر كلي وأضرار إنشائية، وربما في بعض المناطق نحتاج لإزالة البناء بشكل كامل
ومن ثم إشادة بناء جديد. نعم أكيد. هلأ سلمى رح نروح كمان لحتى نتحدث عن الجهود أخرى في إعادة تأهيل المدارس، شملت كافة المحافظات التي تعرضت للإرهاب، ومنا أيضا حمص حتى نتعرف على الجهود بهذا المجال، ونرجع أكيد لحتى نكمل حديثنا. ذهبت مع أمي إلى طبيب الأسنان. استعاد القطاع التربوي في محافظة حمص عافيته بعد تعرض عدد كبير من المدارس للتخريب على يد المجموعات الإرهابية، حيث عملت مديرية التربية على إعادة تأهيل قسم كبير منها في المناطق المحررة، علما أن العملية التربوية لم تتوقف من خلال استيعاب الطلاب في مناطق أخرى. تسير العملية التعليمية في محافظة حمص بشكلها الطبيعي بالرغم من الظروف التي مرت على المحافظة من تدمير لبعض المدارس التي كان عددها والتي خرجت عن الخدمة حوالي 128 مدرسة، وبعد ذلك تم تأهيل 236 مدرسة بعد في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري. طبعا طول الفترة لم توقف العملية التربوية، وتم رفض كافة المدارس بالكادر التعليمي التربوي المؤهل من أجل رفع سوية التعليم ورفع سوية طلابنا الذين سوف يبنون الوطن. نحن في مدرسة تير معلي الجديدة، إحدى المدارس في الريف الشمالي التي تم ترميمها وإعادة العمل لها والطلاب فيها وعودة العمل التعليمي إليها بكل هدوء وباستمرار. وحاليا الطلاب في بدأنا فيها العام ب 2020، ولا يزال العملية التربوية تسير بكل دقة وكل هدوء وكل نظام. نحن من أوائل مدارس الرانة على حمص القديمة، كنا في مدرسة وصف أورفري بالبداية، بعدين انتقلنا على هاي المدرسة بال 2016-2017 بعد ما تم ترميم المدرسة، وحاليا الأعداد الطلاب تقريبا مكتملة والأعداد حتى عم تزايد بشكل مستمر، والعملية التربوية قائمة بأكمل وجه. مدرسة يوسف شلب الشام في حي باب عمر، هذه المدرسة تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية، وبفضل تضحيات الجيش العربي السوري عادت الحياة إلى هذا الحي وعادت العملية التربوية إلى سابق عهدها، والعملية التربوية مستمرة إلى هذه اللحظة من أجل إعطاء كل ما وسعنا لطلابنا لبناء هذا الجيل المتسلح بالعلم والمعرفة. العملية التعليمية استمرت بالرغم من كل الظروف، وانتصرت إرادة الحياة بالعلم والمعرفة، واليوم يواصل الطلاب تحصيلهم العلمي ليشكلوا لبنة أساسية في بناء سوريا المستقبل. الإخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص. يعني مثل ما شفنا طبعا إعادة التأهيل، وبختام حديثنا لليوم أيضا أستاذ ماهر، أنتم شركاء بتأسيس جيل متميز، بتبحثوا عن المواهب، بتساهموا أيضا بإدخال الطلاب طبعا بكل النشاطات العلمية اللي تسعى لإعداد جيل متميز، خلينا نحكي عن هاي الجزئية. مثل ما شفنا بالتقرير، يعني أعمال الترميم والصيانة مستمرة في كل مكان على مساحة هذا الوطن، ووزارة التربية يعني جادة بالعمل على إعادة تأهيل المدارس وعودتها إلى الخدمة مجددا. لكن يعني صدقوني هو الأمر إن يعني إعادة بناء الفكر لا تقل أهمية عن إعادة بناء الحجر والبناء، وبالتالي كثير مهم إنه اليوم نحن نركز على الحالة التعليمية عند أبنائنا الطلاب، تقديم الخدمة التعليمية بأشكالها يعني الجيدة التي تساهم بتحسين المنتج التربوي. يعني اليوم بالإضافة لمناهج الفئة باء، في عنا مناهج مؤخرا أطلقتها وزارة التربية، هي دورات التقوية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، والحقيقة يعني هيك مبادرات بتساهم أيضا بتقديم الدعم والعون إن كان للطالب أو لأولياء أمر الطالب، خصوصاً في ظل الضائقة الاقتصادية والوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم. فما عم يقدر الطالب يروح على إن كان درس خصوصي أو إن كان على معهد تعليمي، وهون برز دور وزارة التربية إنه
نقدر نستقطب هؤلاء الطلاب بدورات تقوية بعد ما تم تدريب المدرسين وتأهيلهم على المناهج المطورة واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التعلم. نعم، يعني أستاذ نحن كثير سعيدين أنك كنت ضيفنا على اليوم. حاولنا بشكل كثير كبير يمكن أنه نضوي على جهود وزارة التربية ومديرية التربية أيضا بإعادة تأهيل المدارس والعناية بالعملية التعليمية. يمكن ما بدنا نقول لحتى ترجع مثل قبل، لحتى تكون أحسن وأفضل. نشكرك كل الشكر وبنرجع نقول كل عام وكل المعلمين بألف خير. نحن يعني ملتزمين بمقولة السيد الرئيس بشار الأسد الله يطول بعمره عندما قال: بمقدار ما نزرع بذورا صالحة نجني ثمارا ناضجة. نتمنى أن تكون يعني أطفالنا هن البذور والثمار التي نسعى إلى جنيها في المستقبل بجهود كوادرنا ومربينا ومعلمينا. اللي لهم كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير لحضراتكم والسادة المشاهدين. كل عام وانت بألف خير، وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم. نتمنى لكم كل التوفيق. مجهود كثير صعب وكثير طبعا كبير انجزتوه خلال العامين، ولكن نتائجه بإذن الله رح نحصدها بالأجيال القادمة. شكرا لك.